بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن ايال اي مروين دع الله دي ادون كمال والبو اد كجوكتان كسو دوادة ورباهنتي نيكوبة هاو دي Southern Media Corporation مانتو وحانو ايق دونا بقولك معني شخصيات كا اوو سامين تبادنا سند كي لبدا كن اي لبي لباتن كا ايانو ايق دونا لكن ورر كو كوان هدان كوار مرنو مقالة اف قوي قبل كشبع الله هوسه اي ميلان قري نين ليه هاي ايا دا قد بم لغو حراي الباب كان بم بالغو حراي سي حدي بم كا او قرحو دا قد او كو قرحو قفك الباب كمركو سوى ادو او قل انتو سي دو كالي اسلا مقالة مقدشو مدينة ايادنا نين ايا البابك يداقد با بم لوغو حيرا ننكاسي وحا لغو مغا عابا شاركي ايا لغو مغا عابا وحاد مودا ميشن كاف قوية يا كان مقدشو انو اسكو حيرا يه ان قف داقد ايا البابك بمك لوغو حيرا حدي لعلا داقد بمك او قرحو ننكان قدها او كجرو او صو عرارو البابك او قريودو نبكاس اجرا العدالة وسير كحجينك ورفاف انت الدولة الدم الجديد شير جرائد بو قبطي وحيري الشباب واعي جبين قفكي بومبونينا طلابة اذك بانك قادي دونا وانو عقابينا وحانو ارقنا انقو هس ام سي اهان اقال كينا معنيه اوركي او علوش لقرراي وحانو لجي ده الشباب كلها هي الشباب بان لا دير رايا تاسو ان افهمي كرنو دادك دي قودة ان لبنا يسانا ايو اسلا شباب كي ايا شباب كالي والا دير را كو شيغا ايا فاد ياسين محان كده جيساني اكران تاليل فارح شقالها الشباب باد دلي نينك اللي يرادو مهد صلاة يا العدالة يا محمد حسين روبلي سيداسي فاد ياسين مشاقي ميسا مشيقين سيركالة دي نيسا كتر سنايد واي العدالة امي سوري يالبا كمقان اساقو الشبابو اها بمبطورو اها والا قرانايا ورياشا انتو اقارجي الا اك وحوشر قولي حسن حنفي او بادي عدا اولا شاي وحاوي ايقو اسكو تيمو مركي دبانا شر قولي انت وريا ادل الهي با اك إذا عدت SNTV نينك الشرقول كو قبصة داي واي أو هادة باللايف كسو قلاي واد أركتين واجي فرماجة حتى أو ورقد فرماجو لغا ساري جري سؤال عن سوي دين مركة نين إساقوبة على الشباب أها أو ورياش قير جنجري عيال بمبطور أها لقران آيو ميل أو كتوبت كاني أن لوغين شباب نمو كو سو قلاي ورياشي على الشباب أها ايا مانتو حكو شيغا يا شباب بالا لدير رايا محاد افهمتين مركة تاسي وحا افهمي كرنا ان مساكين تا عادقة اه لربو ان شباب لغو شاب بدا يقفكي اللو دن لي ياه سيدا حدا نيكا قال جعل او لغو هايستو ماركا يسي الشباب محاد او نهضي او ادو دي ويدي خواريش دراد ديد لغو هايستو او معني سيدي بنكي قيامة انو تاغي هاي سؤاليه رب العالمين مركز اللي هرجوغو كوا كدران يكوي قبرغا اللي قوي دينا ايو مغالا دا مقدشو محكمة دا وحلقو شاكي هابر قدر اي وضط مركز سيدا اوغد هرطا ما اركا يسا على شباب او كلها يا على شباب بان لدقا لما وي سؤال بان قبا علي كار اوي افا ينكي مدحتو يدا صوماليا اوي هاد دكور وحانكو شاكي ايوغو شير افرد يا معلن كاللوغايو نكان ورقو قد بيا انتلا يري سيرت الدولة دو ديبا ايا الله حرائي بانكو داي هبر قديجة لقي نينكي مركز كدب ماركتين اغم ماشان دولتك بجرتو وايا وحانكو نقونا انا دركن لي داك مدان دركن لي نم اي دهان حل دبان يوسف كبالي وان رجينا يا انو اودا شاي كبالي اما وعبودن ايا مانتا لسيقاي ان لدلو نينكا اساقا لبا قري ايو كله يا مقالة مقدشة اقال كينا مد بلحوبة ايو كويا لا من نوحو كويا لا دركن لي مساجد كحسن جيس حافظ حسن جيس لو يقان ورحافظ حسن جيس مجر دا مسا مجرتو
way waxa lagu soo tuuray laba hoobiy ayaa lagu soo tuuray isaga gurigiisa ku jira xafada xasan jiis guriga ugu yaal labadii hoobiy mid ma uusan qirxin waa ku dhiman la maantay midna waxa weey wuxuu ku dhacay guri dariskiisa waxa ku dhintay wiil lagu magacaabo daahir jaamac daahir jaamac abdullahi wiilka dhintay daahir baa la yiraahdaa aabihiisana waxa la yiraahdaa jaamac abdullahi oo darawal ka ah baabuurtan loo yaqaan hoomeyga ayaa ku geeriyooday wiilkaasi wiilna waa uu ku dhaawacmay guriga dariska ah hoobiyaha uu ku dhacay haddaba yuusuf kabaale maxaa lagu haystaa yay is haystaan waxay is haystaan ninka taliyaha niisa ku magacaaban hadda lagu magacaabo mahad salaad oo u dhashay cayr habargidi reer weliye dheere ayaan la cayr ah ayay is haystaan ayaan dhowey waxaa la dilay mid ka mid a odayaashii soo doortay yuusuf kabaale waa la khaarijiyey odayaashii soo doortay waa la dilay haddana maantay isagaa sigtay oo gurigu ku jiray in la dilaa la rabay hoobiyahana mar walba waxaa soo cabeeya mahad salaad iyo tiimkiisii ilaa iyo farmaajo isaga iyo mahad salaad ayaa isqabsaday muddo ka hor doorashadii markii la galayay ninkan waxaa lagu yidhi adigu farmaajo nala mucaarad wuxuu yidhi anigu farmaajana ma mucaaradaayo farmaajana ma taageeraayo adinkana idin taageeri maayo farmaajana taageer nin caadiyaan ahay horta markuu xildhibaannimada soo baxayay isagoon garabkan aan ahayn garabkan aan ahayn uu soo baxay waxaa lagu haystaa maxaad annaga noola shaqayn weyday qarbudaadda iyo dilka annaga aan wadno wuxuu yidhi anigu qarannimaan ka shaqayn farmaajana garabkiisa ma ahi adinka badbaado qaran garabkiina ma ahi laakiin anigu soomaalinimo dhexdhexaadaan qaatay isku soo wada duub walaalayaal macnihii yuusuf kabaale waa la sigay maantay ayaan dhowayna waan idiin sheegay oo waxa weeye waxaa la dilay mid ka mid a odayaashii soo doortay sidaasi ayaana loo laynayaa qof walba oo nimankan ka ra'yi duwan ama dhoobada ay qasayaan aan faraha la soo gelin aan la dhiiqaynin yuusuf kabaale xaadoole nafsadiisa khatar uu ku sugay walaalayaal waxaan rabaa inaan maarkayse u noqdo marka ciidamadeen eritreya meesha loo wado ayaan rabaa hadda inaan idiin sheego marka ciidamada eritreya oo xasan sheekh maxamuud shalay wadooyinka loo xiray walaalayaal waxaa loo wadaa halka loo yaqaano halka loo yaqaano jubbooyinka ayaa loo wadaa laakiin jubbooyinka jacayl looguma wadee in lagu soo dhameeyaa la doonaya meeshaan 60 kilomitir u jirta magaalada Kismaayo oo loo yaqaano Janaay Cabdalla oo nimanka la yiraahdo Gaal Jecelka iyo niman kale Macalin Weyne Digil iyo Mirifle majoritygu macnihii ay deganaayeen oo hadda ogaadeenka ma arkayse 20 kilomitir dhul beereedka la rabo in lagu beero oo nimankii deegaanka la rabo in laga barakiciyo qaxooti laga dhigo dad cusub lagu beero meeshaasi ayaana la rabaa odowaa in lagu dilo oo lagu shirqoolo oo la yiraahdo ciidamadan waxaa loo qaaday waxaa lagu yiri ciidamada adiga la'aantaada way diideen meel in loo diro odowaayow adigu sii tag meeshaas iyadaa markaa tagtid waxaa tiraahdaa anaaba jooge kaalaya ciidamada markii meesha loo daabulo marka la xaqiiqsado in odowaa meesha lagu dilo taliyaha ciidamada xoogga markaas kadib ciidamadana meesha lagu laayo macnaheedu maan in axmed madoobe lagula dagaalamayo oo lagu saarayo macnaheedu maan macnaheedu waxa weeye axmed madoobe waa tii jabuuti uu tagay tiimka xasan sheekh uu la shaqaynaya hadda soomaan waa tii taliyaha booliiska shabaabka lasoo baasgareeyey see weeye meesha macnihii qadka laga saaray waxa weeye axmed madoobe ciidamadii joogay gado ee gorgor ee ciidamada xoogga ahaa hadda waxaa lasoo dhejiyey amar baa soo baxay in magaalada muqdisho la geeyo su-aal magaalada muqdisho ciidamada xoogga maxay ka qabanayaan ciidankan xuduudda kenya ilaalinayeen gobolka gedo ay joogeen ee mainland maxay tahay ciidamadan gobolka gedo ee hadda la qaadayo muqdisho la geynayo maxay tahay muqdisho haddii shabaab lagula diriraayo shabaab villa soomaaliya ayaa mushaari loogu kariyaa xasan sheekh maxamuud iyo mahad salaad iyo dadkaasaa macnihii geeyey albaabka dambey kasoo geliyaan shabaab xamar lagula dagaalamayo annagu ma garanayno sababta macnihii ciidamada gobolka gedo looga qaadayo ee mainland oo loo geynayo ma arkaysa magaalada muqdishow maxay tahay ileen gobolladii la rabay shabaab in laga xoreeyo iyo dhul xuduudeedkii la rabay inay sugaan ayayba joogaane ma bilaaban hadda way sii horreysay ciidamadan gobolka gedo in laga soo qaado
doorashadan la gelin bay ku doodayeen qolyaha mucaaradka hal laga qaado ciidamada gobolka gedo hal laga qaado hal laga qaado intaas ay lahayeen saa awgeed markaa da sheekada la wadaa waxa weey odowayo meeshaas si tag ciidamada aday warka maqlaayaan ciidamada anaaba jooge kaala yade markay ogolaadaan watan xalay xasan sheef u tagay ciidamada eritrea janaa xero gordon la soo qaado meesha la geeyo markaas kadib markay lagu hubsado inay joogan jubooyinka in odowaa la dilo ciidamadana markaas kadib dhabarka laga toogto salaama ciidamadan gorgorna la yiraado xamar macnihi imaada ciidamo bedela booskiina la helay kuwii eritrea idin bedelay waxaa loo socda waasas markaa kadib gobolka gedo in sidaasi damulqushaash ay ku qabsato waatana mahad salaadna hadda ka hor intuu tagay habeennimo uu taariibay doolow ay ku xireen talihii uu soo magacaabayna uu militariga isu dhiibay iyo gobolka gedo ee reer mayland marka walaalayaal horta odowaa shirqoolkiisana saasuu u socdaa ciidamada eritrea lagu soo tababaray ee magaalada muqdisho joogo oo xasan sheekh maxamuud shalay u tegayna waxa weeye meeshaasaa loo wadaa waxaan rabaa inaan eegno qiimeyn la sameeyey boqolkii qofood ee ugu saameynta badnaa sanadkii 2022-ka ayaanu magacyadooda meeshaan ka akhrin doonaa waxaa lagu dhan walbaa laga eegay dhanka diinta dhanka fanka dhanka kartida dhanka aftahanimada dhanka social media dhanka abaabulka dhanka ma arkaysa contributionka macnihi soomaali waddanka soomaaliya labada qowmiyadood uu ka kooban yahay mayga iyo maxaaga markii la qiimeeyey ee ma arkaysa sanadkii 2022-ka dadkii ugu saameynta badnaa shakhsiyaadkii ugu saameynta badnaa sida lagu qoray warqadda sidaan weeye kow sheekh maxamed ibraahim dulmidiid oo ka mid ah shuyuuqda soomaaliyeed wuxuu ka mid noqday shakhsiyaadka ugu saameynta badan soomaaliya labo axmed buule oo ku magac dheer canjeex wuxuu noqday shakhsiyaadka ugu saameynta badan samara style magacyadan yeerinaya dadka ugu saameynta badan weriye boqorka bartamaha abwaan maka xaaji banaadir cabdi dhaanto anise cabduqaadir boqor buur madow fanaan farxaan xidig waa shakhsiyaadka ugu saameynta badan sanadkii 2022 sanadkii haddana soo dhaafay weli liiska waa uu socdaa weriye cabduqaadir barre macalin wuxuu ka mid noqday shakhsiyaadka ugu saameynta badan 2022 cusmaan xaadoole jawaahir baarqab profesor xaliye abwaan xasan hubrow abwaan dulmidiid manaal beel daaje naciima jokar waxay noqdeen dadkaasoo dhan shakhsiyaadka ugu saameynta badan sanadkii 2022-ka giridi waa taqaanaan fanaan safiya tusmo fanaan hobolka loo yaqaano cabdi ciise cajuun gabadha loo yaqaano hindo cosoble cornel geeli profesor cali maxamed geedi general ibraahim yarow xasan weli oo ka mid ah dadka baraha bulshada aad uga hadla oo saameyn badan weriye cabdixafiid weriye cabduqaadir nadaara siciid cabdullaahi deni waa shakhsiyaadka ugu saameynta badan sanadka 2022 dalka soomaaliya isaaq hoorow sheekh maxamed kenyaawi sheekh shantaay sheekh cabdulxay waxay noqdeen shakhsiyaadka ugu saameynta badan sanadkii 2022 sheekh maxamed cabdi umal sheekh xasan gaab sheekh maxamed idriis sheekh cabdulbaasit maylow injineer faysal cali waraabe doctor cabdiraxmaan ciro marwo farxiyo daahir oo ka mid ah dadka baraha bulshada ka hadla ugu saameynta badan sida lagu qoray majalada ruun cali guduudow
الفنان صعدال مانو أرلادي شيخ أبو بكر محمد أو أد أوعدي يا رضا شيخ محمد درر أحمد كراش أبوان محمود حاجي محمد طرش وحيكمل نقدين شخصيات كي يقول سامعين تبدنا دلك الصومالي السنة كي تجي لبعض يكون لبيه لبعضن شيخ قاسم شيخ صالح بلال بولشاوي ميسيس وولد وحيكمل نقدين شخصيات كي يقول سامعين تبدنا سنة كي لبعض يكون لبيه لبعضن كورنيل علي حبة جنرال أدواء يوسف راجي فنانة دلوية قانو سارة إليس وحي كمد نقدين شخصيات كوغو سامين تبادن جيس كأفريكا سنة كي لبادو كون لبي لباتن أبوان بدل آدم ملبو عيوني قرح أيوب كارلو وحي كمد نقدين شخصيات كوغو سامين تبادن سنة كي تجي لبادو كون لبي لباتن جيس كأفريكا ما مليون علي جراد شامع جراد علي هوبالك حسن ودو حلدوانة نور تسمو وحيكمد نقدين شخصيات كي يقو سامين تبضنا سنة كي تجي لبادو كون لبي لباتن فنانة دلو يقانو منو ماريزة منا ماريزة حلدوانة بشارو جابي احمد اول وحي كم من نقدين شخصيات كوغو سامين تبادن سنة كي لبادو كن لبي لباتن نظيف قرن معلن عبد النور معلن كفرت ماي قدقا سامفالي حليم جيلاني وحي كم من نقدين شخصيات كي يوغو سامين تبادن سنة كي تغي لبادو كن لبي لباتن جيسكا أفريكا شرما بوي فنانك شرما بوي تاليا شوب وحي كمد نقدين شخصيات كي يقو سامين تبدنا سنة كي لبضا كون لبيا لباتن شيخ حسين علي جيبوتي شيخ التبليغ أقوى إن جيسكا أفريكا وحي كمد نقدين شخصيات كي يقو سامين تبدن لبضا كون لبيا لباتن وياي إدريس إي تابو وسير سكي بن ناجي جنرال فرحان قرولي وحي كمد نقدين شخصيات كي يقو سامين تبدنا سنة كي لبضا كن لبيا لباتن شوشو عبدالله وحي كمد نقطي شخصيات كي يقو سامين تبدنا سنة كي تغي لبضا كن لبيا لباتن علي جايت عثمان وكم من نقد الشخصيات كي يقول سامين تبضنا سنة كي لبضا كن لبي لباتن عبد المالك موسى علدون سمفالي عبد المالك موسى علدون وحاو كم من نقد الشخصيات كي يقول سامين تبضنا سنة كي تجي لبضا كن لبي لباتن فنانك محمود جاي ورهو وحاو كم من نقد الشخصيات كي يقول سامين تبضنا سنة كي تجي لبضا كن لبي لباتن عبد الفتاح آدم حسن أفينكي بوليسكا فدرالك صوماليات وحاو كم من نقضي شخصيات كي يقو سامين تبضنا سنة كي تجي لبضا كن لبي لباتن وريا محمد مصطف مرسل وريا فيصل دايو هذا جيدي عبد الرساق إريتريا وحاو كم من نقضي شخصيات كي يقو سامين تبضنا سنة كي تجي لبضا كن لبي لباتن وريا مريم سيلة حل ديوانة آمينة مرسل ديتور علي سعيد فقي وحي كمد نقدين شخصيات كي يقو سامين تبدنا سنة كي تغي لبضا كن لبي لباتن فرتون إبراهيم فردوسو فراقو فرتون بلبلاركا وحي كمد نقدين شخصيات كي يقو سامين تبدنا جيجة صوماليا سنة كي تغي لبضا كن لبي لباتن
موسى بيحي عبدي وحاو كم من نقضي شخصيات كي يقول سامين تبدنا سنة كي لبضا كون لبي لباطن حسن عبد القادر محمد ناري دكتور جو اسماعيل بوليو او كوما قعدير قرمت قرن جنرال حجار وحي كم من نقضين شخصيات كي يقول سامين تبدنا دلك صوماليا سنة كي تغي لبضا كون لبي لباطن محسن حبيب عطوش ياري او كمد اورياش عبد الصباحي عبد الله وافو وحي كمد نقضي شخصيات كي يقو سامين تبضنا سنة كي تغي لبضا كون لبي لباطن محمد ابراهيم معلمو وحاو كمد نقضي شخصيات كي يقو سامين تبضنا لبضا كون لبي لباطن سامية قليل قبر يدونا وحاج جرتبراه بلشدة اهد عان اوغا اه او ليرا سامية خليل وحي كمد نقطة شخصيات كي يقو سامين تبضنا سنة كي لبضا كون لبي لباطن دكتور عبد القادر محمد نور سي دي اما دكتور في وحو نقطة شخصيات كي يقو سامين تبضن علي داعون سياسي غاسي وحو نقطة شخصيات كي يقو سامين تبضن وريه تارع وريه عبد الله بلوان محمد مرسل شيخ عبد الرحمن وحي نقدين شخصيات كي يقول سامين تبدنا سنة كي لبدا كون لبي لباطن بروفيسور حايو عاشا عبد الله فرحية فيسكا فنانة داسي وحي كم من نقدين شخصيات كي يقول سامين تبدنا لبدا كون لبي لباطن ولا ليال معني أنه قرال هذا إن سوغاري يسور هذا إن سوغاري يليس كأن هينو مركي داد أكاديميغا يوفريستين قيمين أي كو سمايين لن والبا أقونتا ويا أرقنمدا دينتا علمدا فسيرادا فنكا سوغانتا ما أركي سمعني نعسينتا سمفالكا لن والبا بلشو وحي لغا إيغي لها مركي لغا إيغي وحاوي شخصيات كا أغو سامين تبادن سنة كي تغي لبادا كون إيه لبيا لباتنكا intaas ay noqdeen kullay bara bulshadana waad ka arki kartaan idaacadaha waad ka arki kartaan waxa weeye aniga hata marka la isoo diray shanta Soomaa macallinka lugay shan baan saaray magacyada meeshaas ka eegi ka dhaan waxa weeye shakhsiyaadka ugu saameynta badan intii ma arkayse anagu ina soo gaadhay waana akhriinay waajibkeena waa gudanay hadaba isku soo wada duub Sheikh Cali Ibrahim waan aragnay isku soo wada duub وحانو كسو أفجرينا مركا شاستي أهيد هدى هدى أيان سارينا ما داما شخصيات كي يوغو سامين تبدنا بقولك قفود أن أرقني وما أركي سمانت أنو صوب بندقني مركا واك